أصاب طلبة مدارس المملكة مجالس البرلمانات الطلابية وتزامنا مع أطلاق وزارة التربية والتعليم بالمشاركة مع نقابة المعلمين الأردنيين ميثاق مدونات السلوك المدني التربوي في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بهدف بناء علاقات تفاعلية وإيجابية بين كافة أفراد المجتمع المدرسي. خلينا نتعرف أكثر على هذا الميثاق والتقرير الجاي. بسبب ازدياد حالات العنف والإساءة في المدارس في الآونة الأخيرة والتي باتت تهدد سير العملية التربوية، أطلقت وزارة التربية والتعليم ميثاق السلوك المدني التربوي، والذي يهدف إلى بناء علاقات تفاعلية وإيجابية بين كافة أفراد المجتمع المدني. هذه عملية رائعة وتميزت بالشفافية وتميزت بالهدوء وشكلت أجمل ما يعني نصب إليه في عملية الاقتراع، ولكن في حوارنا مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وممثلي المجتمع على المستوى الوطني توافقنا أننا لا نريد لهذا اليوم أن يكون يوما عابرا بل يوما فارقا، وأن لا نريد لمجالس الطلبة أن تخلد إلى النوم غدا، ولكن نريد منها أن تكون مجالس طلبة فاعلة في الحياة المدرسية من خلال معرفتها الكاملة لحقوقها وواجباتها ومسؤوليتها، مسؤوليتها عن النظافة، عن التغذية، عن الحياة الطلابية في المدرسة، عن تطوير المجتمع من خلال العمل التطوعي والتكافلي. كل هذه الأمور تتطلب غرس لدور واضح لمجالس الطلبة، من ضمن والمقترح هو مجلس على مستوى المدرسي، مجلس يشكل ميثاق سلوكي يتعاهد عليه وتوافق عليه الطلبة والمعلمين والمرشد التربوي ومدير المدرسة وأولياء الأمور. بهذه الطريقة وهذه الطريقة فقط ننتقل من جو سادة في بعض المدارس ساد فيه العنف وساد فيه روحية الأضداد إلى جو متوافق يسود فيه السلم الأهلي والتوافق على الأولويات الوطنية، ونزرع فيه هوية المواطنة والانتماء في كل طالب يشعر أن مدرسته هي امتداد لبيته وهي وطنه الصغير، هو جزء من الوطن الأكبر وهي امتداد لبيته فيشعر فيها بالمسؤولية. من خلال هذا المجلس الممثل للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور ومدير المدرسة نستطيع أن نفعل الكثير في القضاء على العنف وفي تنمية الطالب ودفعه إلى الإبداع وأيضا تنمية المجتمع المحلي. نعول الكثير على شركائنا من نقابة المعلمين اللي كانت شريك فاعل في الخروج في هذا الإطار، والمجتمع المحلي وكافة الأطراف، كافة الشركاء لبلورة هذه الفكرة وتحويلها إلى واقع. إطلاق ميثاق السلوك المدني جاء بالتعاون مع نقابة المعلمين والمجتمع المحلي ومجالس التطوير التربوي، وذلك لتحفيز الطلبة نحو المشاركة الفاعلة في البرلمان الطلابي وتوطيد العلاقات التربوية بين الطلبة ومدرسيهم. تمثل اليوم عرس ديمقراطي، عرس لأبنائنا الطلبة في مدرسة ذوقان الهنداوي، هاي المدرسة المتميزة، ونحن ندعو دائما إلى مدرسة متميزة في سلوكها ومدرسة متميزة في تعليمها. ظهرانين اليوم معالي وزير التربية والتعليم المكرم الذي احتضن هذه الفعالية بكل سرور وبكل محبة، دعا فيها إلى تفعيل دور المجالس الطلابية في خدمة أبنائنا الطلبة، وأن لا تكون هذه المجالس الطلابية مجرد حبر على ورق، وإنما لها دور فاعل في صيانة وحدة المدرسة والحفاظ عليها وتجديد ولائها وتجديد انعطافها نحو حياة أفضل وأجمل لهذا الوطن. نتشرف في هذا اليوم في هذه المدرسة التي تحمل اسم قامة وطنية
إقامة تربوية المرحوم ذوقان الهنداوي الذي له دور وأثر كبير في تطور وتطوير العملية التعليمية والتعلمية في الأردن، لإطلاق هذه المبادرة اللي هي ميثاق الشرف في نحو بيئة مدرسية آمنة للمعلم والطالب والمجتمع، لأننا نؤمن إيمان مطلق في نقابة المعلمين أنه من خلال تحقيق هذه البيئة نستطيع المعلم والطالب معا نحو الإنجاز والإبداع. بالنسبة للمجالس البرلمانات الطلابية لها أهمية كبرى إذا أعطيناها الدور الحقيقي والمهام المنوطة فيها من خلال تطوير المدرسة، تطوير البيئة المدرسية. عندهم هناك مبادرات واقتراحات تخدم العملية التعليمية برمتها، وبالتالي يجب أن نعطيهم هذا الدور، ونحن كنقابة معلمين أردنيين سنساند وندعم مثل هذه المبادرات. ومن مبررات إعداد مدونة السلوك المدني التربوي الحاجة إلى تدريب الإدارات المدرسية والمعلمين والمرشدين على مهارات التعامل مع حالات الإساءة والعنف في المدارس.